برحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. كالعادة عندنا بعض الملفات اللي نتكلم فيها، وفي البداية كمان هنطمن على فريق النادي الأهلي وإيه اللي حصل في التدريبات وكل أخبار النادي الأهلي. أنا عارف لحضراتكم في البداية دايما بتحبوا تعرفوا كل أخبار النادي الأهلي، ده اللي هيكون معانا في البداية. كمان هنتكلم عن قصاص العادل اللي اتكلمنا هنا في برنامجنا قبل كده، عندنا جزئيه مهمه بيها نتكلم فيها، لان انتوا عارفين قد ايه الحدث الجلل ده كان الكل مستني القصاص العادل. كمان هنتكلم عن بعض الامور اللي تخص قناه النادي الاهلي والذكرى ال 42 لواحد من اساطير النادي الاهلي مختار التتش، وبعد كده هنستقبل اثنين من نجوم الاخراج، الاستاذ خالد عبد العاطي والاستاذ محمد نصر. هل كان في حلقه سابقه اتكلمنا عن بعض الاخطاء والايجابيات والسلبيات، هل السلبيات لسه موجوده؟ هل التقنيه عندنا زي ما الناس بتنقل بره؟ ايه اسبابها؟ هل احنا وصلنا للصوره الجميله اللي الكل بيحاول يشاهدها؟ كل ده هيبقى مع الفقره الاولى مع اثنين من نجومنا في الاخراج، الاستاذ خالد عبد العاطي وكمان الاستاذ محمد نصر. هننهي بالفقره الاخيره مع الاستاذ جمال هليل، واحد الناقد الرياضي الكبير، ونتكلم في بعض القضايا وكمان نشوف الدوري العام وهو يتوقع مين بقى النزول والصعود ومين اللي هينافس على الدوري. خليني اتكلم في البدايه عن تدريب النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه، احنا عارفين اخر 6 مباريات لفريق وادي دجله ما دخلش مرماه اي اهداف. النهارده كان في تدريبه مهمه جدا للنادي الاهلي، دايما بحب جمهور الاهلي في البدايه وابقى عارف كل صغيره وكبيره داخل ارجاء النادي الاهلي، وانا عارف اللي حضراتكم بتعشقوا كره القدم وكل نجوم الاهلي ومدربهم وجهازهم الفني الكابتن حسام البدري. خلينا نطير لزميلي محمد سعيد، كان موجود النهارده في التدريب، ينقل لنا كل اخبار النادي الاهلي كانت موجوده وايه اللي حصل في التدريب ومين اللعيبه المصابه ومين اللعيبه اللي شاركت بقوه في التدريب. زميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. محمد برحب بيك، اتفضل. مساء الخير كابتن شادي، اهلا بيك واهلا بكل متابعيك الكرام. طبعا تدريبة النهارده يمكن تمرينه مختلفه، لو بنحكي حكايه بالصوره اللي احنا شفناها النهارده، في ميعاد محدد الفريق بيجي كله، يبقى في تجمع الساعه 3 داخل ملعب مختار التتش، بعدها مباشره النهارده الجهاز الفني كان محدد ان في محاضره فنيه لكل اللاعبين قبل بدايه التدريب. التدريب كان ميعاده هيبدا الساعه 4 عصرا، كان في محاضره فنيه لمده حوالي 45 دقيقه بدات الساعه 3 وربع. من خلال هذه المحاضره كان الجهاز الفني داخل غرفه خلع الملابس في قاعه المحاضرات، كان بيعرض هايلايتس والمباراه الاخيره للاهلي امام المقاولون العرب، وذلك للتعرف من اللاعبين على النقاط طبعا السلبيه والنقاط الايجابيه اللي خرج بيها الفريق من هذه المباراه بغض النظر عن الثلاث نقاط، وهي فرصه للجهاز الفني لشرح طبعا اهداف هذه المرحله وبعض السلبيات اللي ظهرت في مباراه المقاولون لتفاديها خلال مباراه دجله اللي ان شاء الله مقرر ليها مساء الخميس. كل اللاعبين حضروا هذه المحاضره، ويمكن ده عرف الجهاز الفني بيعمله في التوقيت الحالي عشان كل لاعب يبقى عارف ايه الواجبات اللي اداها وايه السلبيات اللي ممكن يتخطاها خلال المرحله القادمه. بعد التدريب مباشره اللعيبه، بعد المحاضره مباشره اللعيبه نزلت الملعب الساعه 4 بالظبط. كابتن حسام البدري اصطف في وسط الملعب مع الجهاز المعاون وكل اللاعبين، وشرح لهم بقى اهميه المرحله القادمه وتدريب النهارده ايه المطلوب منه عشان يكون في استعداد جيد لمباراه وادي دجله. اللافت للنظر في تدريب النهارده واحنا بنتفرج وبنتابع من داخل ملعب مختار التتش، كل اللعيبه شاركت في التدريب النهارده، تقدر تقول الصوره اكتملت بشكل كبير بتواجد كل العناصر اللي كانت موجوده الفتره الاخيره ما بين اصابات او تاهيل او تجهيز سواء للعناصر الجديده. تقدر تقول عمرو السوليه النهارده اتمرن وكان موجود، ايضا باسم علي، ايضا رامي ربيعه، عبد الله السعيد النهارده، حمودي، عمرو بركات. محمد انا اسف على المقاطعه، عايزك تقول لي الحاله الفنيه، طبعا الدكتور كان صرح من يومين اللعيبه المصابه دي المهمه زي عبد الله السعيد، عمرو السوليه، كمان رامي ربيعه وباسم علي، هو الامر بقى في ايد الجهاز الفني خلاص، هم حاله الشفاء 100% والامور على ما يرام. بالفعل يعني زي ما اعلن الدكتور طبعا خالد محمود من 48 ساعه عن شفاء الرباعي عمرو السوليه وعبد الله السعيد ورامي ربيعه ودخول ايضا احمد حمودي وعمرو بركات للتدريبات مع الفريق النهارده في التقسيمه شاركوا، وطالما شاركوا في التقسيمه الفنيه والجهاز الفني اعتمد عليهم في التقسيمه الفنيه النهارده والتكتيك اللي تم في الملعب، يبقوا اصبحوا جاهزين للمباريات، لكن لا يتبقى سوى اختيارات الجهاز الفني حسب المباريات القادمه. لكن من خلال الكابتن شادي الجمهور الاهلي كل اللعيبه النهارده اصبحت الحمد لله موجوده داخل صفوف الفريق بشكل كامل، لا يتبقى سوى النهارده كان في رطوش اخيره او تقدر تقول يعني اصابه بسيطه ان شاء الله نتمنى السلامه لسعد سمير. سعد النهارده يمكن الوحيد اللي الفريق النهارده ما دخلش التقسيمه الجماعيه، كان بيتمرن جري حول الملعب،
طبعا التأمل الدكتور اسامه مصطفى. اسامه مصطفى هو طبيب فريق الشباب اللي متصاعد في التوقيت الحالي مع الفريق الاول نظرا لسفر دكتور خالد محمود مع مروان محسن في المانيا للحضور لعمليه رباط الصليبه اللي اجراها اليوم. فدكتور اسامه طبيب فريق الشباب طبيب فريق الشباب في الاهلي النهارده كان موجود مع الفريق الاول سناه على اصابه سعد، قال هي كدمه خفيفه في الركبه، بكره يبقى في اختبار طبي نطمن على حاله سعد ومدى جاهزيته لمباراه دجله. لكن بخلاف سعد كان في يعني نزله برد خفيفه لوليد سليمان لكن قدر يشارك في التدريب، ويعني نزله برد خفيفه ان شاء الله هيكون موجود في تدريب بكره ومباراه دجله. تدريب النهارده يا كابتن شادي، المجموعه اللي لعبت المباراه الاخيره امام المقاولين العرب الكابتن حسام اكتفى بالتدريبات البدنيه واعفاهم من المشاركه في التقسيمه الجماعيه، لكن التقسيمه شارك فيها متعب حسام غالي، حتى المجموعه اللي نزلت كبديله في المباراه الاخيره امام المقاولين شاركت في التقسيمه مع العناصر الاخرى. كل المجموعه اللي ما كانتش بتشارك في مباراه المقاولين النهارده كانت موجوده في التقسيمه، التقسيمه كانت قويه جدا فيها اهداف كتير. سليماني كوليبالي يمكن بعض اللمسات واهداف احرزها بشكل متميز جدا، عماد متعب على الجانب الاخر، حسام غالي كان ليه دور في وسط الملعب، عمرو بركات بتسديداته، تقدر تقول تدريب مختلف ومتنوع، كل لاعب بيطلع امكانياته وطاقته في التدريب بشكل ان الجهاز الفني يبقى عنده حيره في اختيار اللعيبه اللي ممكن تشارك في المباريات القادمه في الدوري العام. كابتن شاهين محمد بكره التدريب الساعه كام يا محمد؟ واحنا عارفين لبكره التدريب وبعد كده معسكر، الساعه كام التدريب؟ تدريب غدا زي تدريب النهارده الساعه 4 العصر، لان على طول الفريق بعد التدريب هيتجه بالاوتوبيس الى احد الفنادق القريبه طبعا من ملعب بيترو سبورت للدخول في معسكر مغلق ومبيت ليله المباراه استعدادا للمباراه دجله. عارفين المباراه طبعا في القاهره فالتدريب هيكون الساعه 4 العصر، يمكن عكس كده لو التدريب لو المباراه خارج القاهره بيبقى تدريب الساعه 11 والفريق بيسافر بعدها بالاوتوبيس الى طبعا اسكندريه او اي مكان بتقام فيه المباريات خارج القاهره. لكن برنامج العادي المعتاد للاهلي بكره تجمع في النادي الساعة 3، تدريب الساعة 4، تحرك بالاوتوبيس للمبيت في أحد الفنادق استعدادا لمباراة دجلة. ومن خلال متابعتنا لتدريب النهاردة ومتابعة الجهاز الفني لمباراة المقاولين واللاعبين، لا الفترة القادمة هيبقى في شكل وأداء وظروف للاعيبة مختلفة، خاصة إن كل العناصر هتبقى متاحة للجهاز الفني يقدر يختار من خلالها المجموعة اللي هتشارك في المباريات والمجموعة اللي تقدر تنزل حتى في المباريات ويكون لها دور وتكسب الفريق 3 نقاط في المرحلة القادمة. كابتن شادي محمد عندي خبر أسعدني، على عكس البعض اللي بيحاول يشتت العلاقة ما بين النادي الأهلي وجماهيره، وإحنا دايما بنقول جماهير النادي الأهلي دورها مهم جدا خصوصا في البطولات الأفريقية. عرفت اللي مباراة 11 مارس في بطولة أفريقيا اللي النادي الأهلي هيقابل فيها بطل الجنوب أفريقي بيت فيست، خاطب الأمن النهاردة اللي يبقى فيه 10,000 من جماهير النادي الأهلي يحضروا المباراة، الكلام ده صحيح ولا لا؟ الكلام مظبوط، لأن الاتحاد الأفريقي في مبارياته خلال هذا العام كما حدث في العام الماضي بدءا من دور ال 32 يجب على كل الأندية أن تحضر جماهيرها في المباريات، والأهلي اختار ملعب استاد السلام والاتحاد الأفريقي عاين ملعب السلام وتم اعتماده كملعب رسمي للأهلي في البطولة الأفريقية. والأهلي خلال الفترة الأخيرة كان عمل إدارة للمباريات والجماهير وتم تسجيل بيانات لعدد كبير من الجماهير، هذه الجماهير من خلال تسجيلهم للبيانات سيتم السماح لهم بشراء التذاكر لحضور مباراة الأهلي في البطولة الأفريقية. العدد بدأ ب 10,000، أتوقع حسب معلوماتي إن ممكن العدد يتزايد خلال المرحلة أو خلال الأيام القادمة لحضور جمهور الأهلي بكثافة. وإدارة النادي الأهلي من خلال متابعتنا خلال ال 48 ساعة الماضية في أمور هيتم الكشف عنها وهتبقى مفاجأة للجماهير، إن على آخر هذا الأسبوع هيتم الإعلان عن الشركة اللي هتكون مسؤولة عن تنظيم دخول الجماهير، جماهير الأهلي تحديدا في مبارياته الأفريقية. ومباراة الأهلي وبيت فيست بطل جنوب أفريقيا ستكون مثال مميز جدا لحضور جمهور الأهلي في استاد السلام، وإن إدارة الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي بيسعوا بكل قوة لحضور جمهور النادي الأهلي بشكل وبطريقة وبأداء مختلف تماما عن الطريقه اللي كان بيتم بيها حضور الجماهير في المباريات عموما بشكل عام حتى مباريات المنتخب. هيكون في نظام للدخول، هيكون في طريقه لتسجيل البيانات ومن خلالها تقدر تشتري التذكره، هيبقى في امور ميسره لجمهور الاهلي لدخول استاد السلام والتواجد في اماكنهم حسب التذكره اللي هيتم طرحها للبيع. مباراه الاهلي وبيديفيست في 11 مارس استاد السلام في امور تنظيميه بيتم من خلالها يا كابتن شادي في التوقيت الحالي مع من خلال اداره النادي الاهلي واداره المباريات بيتم التحضير ليها بشكل جيد بالتواصل مع مسؤول الامن لحضور جمهور النادي الاهلي بعدد مميز بدخول محترم بشكل يليق بجماهيريه النادي الاهلي في استاد السلام يا كابتن شادي. زميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، محمد بشكرك على مجهودك، شكرا جزيلا، دايما بنحاول في بدايه الحلقه يبقى عندكم كل اللي حصل يخص كره القدم. النهارده زميلي محمد سعيد كان موجود في التدريب، نقلنا لحضراتكم كل المعلومات اللي بتحبوا تعرفوها.
كمان من ضمن المواضيع اللي انا عايز